بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله ويانا ومشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج حياتنا حلقه اليوم اللي ان شاء الله فيها الكثير من المواضيع اللي راح نتطرق لها واكيد دائما ارحب ومسي بزميلي نايف مساك الله بالخير نايف مساك الله بالنور والسعاده اخوي عبد الله اكيد طبعا ما ننسى نقول مساء النور على مشاهدين شاشة تلفزيون قطر ونرحب فيكم في برنامجكم برنامج حياتنا هذا البرنامج اللي دائما يعني نسعى من خلاله أن احنا ناخذكم في أهم الأخبار والأحداث والفعاليات داخل دولة قطر عبد الله يعني نقدر نقول أنه خلاص 41 يوم باقي على انطلاق بطولة كاس العالم في قطر 2022 انت جاهز؟ اكيد انا جاهز والكل في دولتنا الحبيبه قطر يعني كل الجهات كل المؤسسات كل القطاعات وايضا الافراد كلهم جاهزين لاستقبال الحدث التاريخي والاعظم بطوله كاس العالم في الشرق الاوسط هذا اكبر حدث في العالم العربي ايضا هذا اكبر حدث نايف يعني انا جاهز ان شاء الله واكيد احنا في تلفزيون قطر راح ننقل لكم الكثير من الاحداث ونكون يعني معاكم اول باول خلال فتره بطوله كاس العالم. عبد الله يمكن احنا في التلفزيون يعني نقدر نقول ان بدينا يعني من خلال بعض البرامج اللي عندنا برنامج على الطاير يعني هذا البرنامج الجميل للامانه اللي فيه نقدر نقول يعني ثقافه عاليه او نقدر نقول فائده عاليه من ناحيه المعلومات كذلك يعني كنا عندنا تغطيات يوم 50 يوم وباذن الله يعني راح نوعد المشاهدين والجميع باذن الله يعني ان احنا نسعى ان نقدم لهم مجموعه كبيره من البرامج والتغطيات سواء كان يعني قبل انطلاق بطوله كاس العالم او اثناء يعني اقامه هذه البطوله. يعني مشاهدينا الكرام احنا دائما مثل ما عودناكم من خلال هذا البرنامج راح ناخذكم مع اول خبر قبل 41 يوما من موعد انطلاق البطولة البطولة الاهم بطولة الاشهر والاكثر شعبيه في العالم بطوله كاس العالم في قطر اعلنت مؤسسه قطر للتربيه والعلوم وتنميه المجتمع من او عن مجموعه من فعالياتها المخصصه لهذه البطوله طبعا تحت شعار كره القدم لنا كلنا انطلقت امس حمله مؤسسه قطر لكاس العالم لتعكس كيف ستكون هذه النسخه من البطوله وهي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط والعالم العربي الافضل من حيث سهوله الوصول ولتعبر عن التزام مؤسسه قطر بإتاحه فرص شامله وميسره يستطيع جميع الافراد اكتشافها والاستفادة منها. نعم عبدالله طبعاً الفعاليات التي أعلنت عنها مؤسسة قطر تجسد الالتزام أو تجسد التزام المؤسسة بإتاحة الوصول الميسر في الأسابيع التي. تسبق انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وعلى مدار فترة البطولة وذلك من خلال سلسلة من المهرجانات والأنشطة والفعاليات التي ستستضيفها المدينة التعليمية بمؤسسة قطر. هذه الفعاليات ستفتح أبوابها أمام الجماهير من داخل وخارج قطر. كل يوم بما يسهم في تعزيز هذا الحدث وتنويع الفعاليات المصاحبه امام مختلف الجماهير. نعم عبد الله وقالت سعاده الشيخه هند بنت حمد ال ثاني نائب رئيس مجلس اداره مؤسسه قطر للتربيه والعلوم وتنميه المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسه. تتمحور بطولة كأس العالم في قطر 2022 حول الناس لأنها تجمعهم سويا وتوفر لهم تجربة مشتركة ومفتوحة للجميع، لأنها تخلد في الذاكرة وذلك انطلاقا من التزامنا بالوصول الميسر والشمول اللذين يأتيان في صميم حملتنا لكأس العالم ونركز من خلالها على أن كرة القدم لنا كلنا. أكيد وظافة سعادتها يعكس ذلك التزامنا بتوفير الفرص للجميع وتعزيز المشاركة بها والاستفادة منها ودعمنا الدائم للأهداف الوطنية في استضافة البطولة الأكثر سهولة للوصول من أي وقت مضى لأن رسالتنا هي تمكين الإنسان عبر إطلاق مسارات جديدة للمشاركة وفرص الاستكشاف للجميع نعم عبد الله يعني اليوم يعني للامانه احنا قاعدين نشوف مؤسسات الدوله مؤسسه قطر او المؤسسات الاخرى اليوم يعني جالسه تقدم لنا مجموعه من الانشطه والفعاليات. عبد الله يعني خاصه البطوله هذه او النسخه هذه احنا يمكن دائما نكرر هذا الكلام، لكن احنا نكرر لانه فعلا راح تكون بطوله استثنائيه، بطوله صحيح. استثنائيه يعني راح يتم استخدام في التعليق الوصفي. للاشخاص يعني او لاخواننا من المكفوفين بحيث انهم يقدرون أن يستمتعون باجواء البطوله من خلال حضورهم للملاعب او نقدر نقول الشاشات اللي راح يتم توفيرها للجمهور خارج الملاعب. اكيد يعني الكل يقدر يشارك في هذه البطوله العالميه بطوله كاس العالم، الكل يقدر يحضر الملاعب، الكل يقدر يشوف الامور الكبيره الموجوده، يعني كانت لي تجربه انا ذكرتها قبل في يمكن اخر مباراه صارت بطوله كاس الوسيل سوبر الوسيل، يعني كان عندي مثلا شخص على الكرسي نعم. فسهولة الوصول للملعب سهولة الأمور كلها اللي مر فيها فهذا يدل على أن الكل إن شاء الله راح يكون مستعد لبطولة كاس العالم وأيضا في كلمة سعادة الشيخة هند قالت أن بطولة كاس العالم تتمحور حول, حول الناس اكيد الناس اللي راح يجون ويشاركون في هذه البطوله من كل الجاليات من كل الدول من كل الثقافات راح يستمتعون ان شاء الله وراح تكون بطوله جميله بالنسبه لهم وتجربه ما راح ينسونها ان شاء أكيد الله اكيد عبد يعني يمكن يعني واحده من هذه الفعاليات اللي يعني الان احنا ممكن نشوفها في من خلال مؤسسه قطر هذه البطوله بطوله كاس العالم للاطفال، مم. يعني جميل ان احنا قاعدين نشوف بطوله كاس العالم هذه لكن مخصصه للاطفال، فيعني حتى اليوم احنا نشوف دور كبير او نقدر نقول يعني حضور كبير حتى للاطفال في الفعاليات والانشطه اللي باذن الله يعني راح تكون آه ناجحه ومميزه آه واكيد طبعا احنا يعني بدورنا نشكر جميع المؤسسات سواء كان مؤسسه قطر او مؤسسات المختلفه في الدوله على الجهود المبذوله يعني من اجل اظهار هذه البطوله وهذه التجربه على نقدر نقول اعلى يعني المقاييس والنجاح باذن الله 41 يوم أكيد. وان شاء الله يعني نوصل للحدث التاريخي تاريخ 20 نوفمبر في مباراه الافتتاح الساعه 7 ان شاء الله بين منتخبنا الوطني ومنتخب الاكوادور ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام لموضوع اخر حيث كرمت الوكاله الوطنيه للامن السبراني تسع مؤسسات وجهات عمل هي الاعلى انجازا من بين 91 جهه شاركت في البرنامج التدريبي للوقايه من الجرائم الإلكترونية نعم عبدالله طبعا كما كرمت الوكاله 25 متدربا حصلوا على اعلى تقييم ضمن المسارات المتقدمه من البرنامج التدريبي وذلك ضمن فعاليات الشهر التوعوي بالأمن السبراني الذي تنظمه الوكاله تحت شعار فضاء سبراني آمن وأكدت الوكالة أنها هدفت من هذا التكريم إلى تعزيز أوجه شراكتها وتعاونها مع المختصين في التدريب وتعزيز القدرات في مؤسسات الدولة للاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها الرامية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية الوطنية نعم عبدالله إضافة إلى ذلك المحافظة على الأمن الوطني السبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تحديات هذا الفضاء اكيد يعني الكثير من الامور اللي قاعده تصير والكثير من يعني التكريم هذا مهم على اساس ان الواحد يعرف ويفهم ويقدر شنو معنى امن سبراني، تكلمنا قبل فتره مع ضيوفنا عن الامن السبراني وعن اساسيات الامن السبراني وشنو تعني هذه الكلمه، يعني كل واحد عنده امن سبراني خاص فيه صحيح في الجوال، في اللابتوب، في الامور اللي انت قاعد تستخدمها، فضروري انت تعرف شنو الاشياء اللي راح تكون يعني حق لك وايش وشنو الواجبات اللي انت لازم تسويها على اساس انه تحمي نفسك من اي اختراق من الاختراقات. اكيد يعني عبد اليوم الجهود اللي تقوم فيه الوكاله الوطنيه للامن السبراني اليوم يعني جهود نشكرهم على هذه الجهود من اجل نقدر نقول توعيه افراد المجتمع او مؤسسات الدوله للحفاظ يعني مثل ما ذكرت على مثل هذه المعلومات المهمه واللي اكيد دائما يعني احنا نحرص على الجميع انه يعني كثر ما يقدر انه يحاسب على جوالاته سواء كان يعني بشكل او على مستوى الفرد او على سواء كان يعني مستويات او المستوى المؤسسات في الدوله مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واستعدادا للمونديال اعلنت المؤسسه العامه للحي الثقافي كتارة عن تفاصيل الفعاليات التي ستحتضنها كتارا خلال البطوله اكيد تفاصيل اكثر وياكم مشاهدينا الكرام عن هذه الفعاليات ومواعيد اقامتها واين ستقام نتابعها معكم في سياق هذا التقرير هناك تقريبا 51 فعاليه كبيره في المؤسسه اثناء فتره كاس العالم تتفرع من هذه الفعاليات 300 فعاليه فالفعاليات ضخمه وهناك مهرجان يعني هي مهرجانات واحتفالات وعروض في الشوارع وبالاضافه الى اكبر مهرجان في المؤسسه العامه للحي الثقافي كتر يتزامن مع هذا الحدث هو هو مهرجان المحامل التقليديه مستمرين معكم مشاهدينا الكرام ومن جانب اخر في اطار فتح افاق للعمل المجتمعي وتقويه اليات التواصل بين المجتمع ومؤسساته انطلقت اليوم مبادره كلنا مسؤول تحت رعايه وزاره الرياضه والشباب والتي تهدف الى استثمار الطاقات الشبابيه في تقديم مشاريع مجتمعيه وطنيه تعزز قيم الايجابيه والانتماء لدى الشباب. المبادره مشاهدينا الكرام انطلقت بالتعاون مع وزاره البلديه ووزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ووزاره البيئه والتغير المناخي وهيئه الاشغال العامه اشغال ومركز الرياده للفتيات ومركز فتيات الوكره ومركز اصدقاء البيئه ومركز شباب سميسمه والضعين اكيد طبعا للحديث اكثر عن تدشين مبادره كلنا مسؤول يسعدنا ان يكون معنا في الاستديو السيده هند محمد صقر مديره العلاقات العامه والاتصال وزاره وزارة الرياضة والشباب كذلك والسيد فرهود هادي الهاجري المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة حياكم الله معنا الله يحييك حياكم الله ويانا وأكيد نتشرف بتواجدكم معنا يعني نبدأ معك سيد فرهود مبادرة كلنا مسؤول احنا يمكن اليوم نشوف المبادرات يتم اعلانها ويتم تدشينها ويتم اطلاقها في قاعات وفي حفل رسمي احيانا ولكن انتم في هذه المبادره مبادره كلنا مسؤول اخترتوا ان البدايه تكون من المسجد فشو السبب اللي خلاكم تبدون في المسجد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله السلام أه السلام. المسجد أه يعني أه المعروف والمتعارف عليه اليوم انه دار عباده للصلاه لكن لنرجع للتاريخ الاسلامي هو مكان أه للعباده وللصلاه ولنشر القيم الاسلاميه وكذلك الاجتماعيه فارتقينا ان الإسلام أه المسجد نبتدي فيه على اساس نربط المبادئ الاسلاميه مع خدمه المجتمع لأنه في الاخير انت بتقدم خدمه للمجتمع فمن بعدها لما يكون المسجد معناته ان ترجع للقيم الاسلاميه تربط الاسلام باعمال النظافه تربطها بالزراعه لان في احاديث كثيره حثت على موضوع النظافه حثت على على الزراعه فبالتالي نرجع لقيمنا الاساسيه اللي احنا نستسقي منها جميع اعمالنا وجميع مهامنا اللي نقوم فيها في خدمه المجتمع فبالتالي كانت بدايه الحمد لله موفقه بدايه تعطينا دافع كبير كذلك المسجد يحتوي في المنطقه يحتوي اهل المنطقه نفسهم يكونوا متواجدين لان اليوم احنا ما نبي نبتدي نبي يكون اساسنا اهل المنطقه نفسها. جميل. فنتوسع معهم في عمليات الزراعه، في عمليات النظافه، في عمليات يعني المجتمعيه، وكذلك يعني نحث الشباب على خدمه المجتمع من خلال هالاعمال. جميل جميل، طيب اختي هند، يعني اليوم مبادره كلنا مسؤول، احنا نبغي يعني اذا تقدرين تعطينا لمحه اكثر عن هذه المبادره. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء اشكركم على الاستضافه. والفكرة بدأت طبعا في البداية من رؤية الوزارة شباب فاعل مسؤولون ذو حس وطني نعم. ومجتمع ممارسة ممارس للرياضة فكان هالمنطلق كان إن إيماننا بقدرة الشباب أفكارهم وإحنا عارفين أنهم حابين يقدمون شيء حق هذا المجتمع فأتحنا لهم الفرصة وما شاء الله أخوي فرهود كان معنا اليوم في الافتتاح فعلا الشباب كانوا موجودين الحضور يعني فاق توقعاتنا أمانة اطفال شباب تحصل اللي يصور واللي يرسم يعني كل واحد حب يقدم شيء حق المجتمع فالحمد لله ان اعطيناهم هذه الفرصه واحنا جدا سعيدين ان هم تقبلوها وبالعكس شاركوا فيها نعم يعني سيد فرهود المبادره مبادره كلنا مشهود يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي انها شهدت تعاون بين كثير من الجهات وكثير من المراكز الشبابيه اللي اللي موجوده في دولتنا الحبيبه قطر، شلون انتم نجحتوا في ان تجمعون هذا الكم الكبير من المراكز الشبابيه من الجهات من المؤسسات على اساس انه يشاركون معاكم في هذه المبادره. اول شيء اللي هو الدافع دائما خدمه الوطن و اضافه يعني مبادره جديده فالكل تكاتف فالحمد لله يعني كان دور كبير تحت رعايه وزاره الرياضه والشباب والمراكز الشبابيه اللي تحت مظله الوزاره كذلك وزاره البلديه وزاره البيئه والتغير المناخي وزاره الاوقاف هيئه اشغال جميعهم تعاونوا ليظهر المبادره بافضل صوره والحمد لله يعني مثل ما تفضلت اختي هند قبل الكل اليوم كان مستمتع مع ان يعني كان يعني بعد صلاه العصر مباشره والجو لا زال شوي يعني فيه يعني لا حار شوي لكن تموا مستمرين يعني في مهامهم في اداء النشاط فكان في انسجام قوي تناغم ما بين الجهات المشاركه والداعمه في هالمبادره وكذلك من بين الشباب اللي يعني كان متحمس انه يعني يحط بصمته في هالمبادره. جميل طيب اختي يعني هند اكيد مثل هذه المبادره لابد انه يكون فيها مجموعه من الانشطه. لو تكلمينا يعني بحيث ان يعني نوضح الصوره للمشاهدين عن اهم الانشطه اللي تم اقامتها في هذه المبادره. آه طبعا الانشطه هي متنوعه. آه في عندنا تنظيف حتى المناطق اللي فيها مثلا شواطئ ان شاء الله بتكون بتتخللها تنظيف الشواطئ، عندنا الزراعه الاماكن اللي محتاجه زراعه عشان رؤيه قطر خضراء بنزرعها ان شاء الله باذن الله، عندنا ايضا الرسم الجداريات شباب قطري رسامين بيشاركون فيها بيرسمون فعاليات جدا متنوعه طبعا تختلف من منطقه الى اخرى وتختلف من الشباب اللي حابين يقدمونه في كل منطقه جميل. وهي فعاليه ممتده يعني هي اليوم بدت في منطقه بني هاجر ولكن هي ممتده وان شاء الله يعني مو بس الحين هي لين السنه القادمه ان شاء الله جميل. أه نخلصها السنه القادمه كل المناطق ان شاء الله شبابها مشاركين و شوارعنا تكون إن شاء الله حلوة يعني سيدة هند يعني البرنامج هذا أو المبادرة هذه هل هي مثلاً مبادرة أسبوعية مبادرة شهرية آآ آآ شنو هي المناطق اللي انتم راح تروحون لها إن شاء الله شنو الجدول اللي عندكم على أساس أنه تمشون وكل المناطق الموجودة سكان هذه المناطق يكونوا مروا على هذه المبادرة وكلهم يكونوا مسؤولين أنا سعيدة أنك سألتني هالسؤال لأنه في نقطة حبيت أوضحها صحيح ما... يعني بنمشي منطقه بمنطقه ولكن اليوم يمكن بعد اخوي فرهود شاف هالشيء معي اللي كانوا موجودين مو بس سكان المنطقه كان عندك ناس من الوكره ناس من الخور يعني ناس كانوا حابين يساعدون فكل الشباب مشاركين مو بس شباب المنطقه نفسهم والجدول قلت لك ممتد على جميع المناطق لان عندنا مراكز شبابيه على على مختلف مناطق الدوله، فلين السنه القادمه ان شاء الله بيكون بالتدرج وجدول زمني، وبعد ثلاث ايام بننتقل لمنطقه ثانيه باذن الله. باذن الله، طيب اخوي فرهود يعني اليوم المبادره هذه جت يعني يمكن في وقت مهم كلنا باذن الله يعني نشوف انه قرب المبادره هذه وتزامن مع يعني انطلاق بطوله كاس العالم فيفا قطر 2022 اهميه هذه المبادره مع قرب هذه البطوله البطوله والحدث العالمي يعني ان شاء الله اقل من يعني تقريبا 41 يوم يعني تقريبا خلاص الوقت قاعد يقرب لانطلاق الحدث. نعم. الحدث فبالتالي احنا ارتئينا ان لما تنطلق الحمله او المبادره اول شيء الشعوب اللي بتجينا من برا تعرف ثقافه المجتمع القطري، محافظ على دينه، محافظ على هويته، محافظ على مكانه، نظافه، اهتمامه. انت تحاول تعكس جماليه منطقتك، جماليه بلدك لهذه الشعوب. كذلك انت تحاول قدر الامكان اللي هو موضوع التشجير، موضوع الجماليه تكون موجوده في المناطق، كذلك معالجه بعض الجداريات. او بطريقه يعني تتناسب مع الحدث وتتناسب مع توجهات الدوله اليوم فهذا شيء يعكس كذلك ثقافه الشعب حبه وانتمائه للبلد فبالتالي ربطناها مع الحدث جميل. فكان هذا يعني من ضمن الاهداف اللي جميل نعم. جميل سيده هند بالنسبه للاعمار هل في اعمار معينه لهذه المبادره مبادره كلنا مسؤول او ان الموضوع يعني متاح للجميع الكل يقدر انه يحضر لهذه المبادره الكل انه يقدر يشارك لان الفعاليات مثلا في فعاليات للاطفال في فعاليات للأعمارهم اكبر شوي فهل في اعمار معينه ولا الموضوع يعني متاح للجميع؟ هو الموضوع متاح للجميع اليوم كنا نشوف يعني اطفال صغار من سبع سنوات وكنا نشوف شباب في عمر 18 في العشرين كل حد قاعد يشارك وال... وطبعا شركائنا موجودين آه، موفرين لهم سيفتي آه، والمراكز وال... الشبابيه ايضا تتابعهم ف يعني كل حد يقدر يشارك، اي حد مسجل في في المراكز او في في البيئه، الكل يقدر يشارك. جميل جميل، طيب اخوي فرهود، يعني اليوم انتم يمكن تستهدفون من خلال هذه المبادره مجموعه من كبيره من افراد المجتمع سواء كان الاطفال او الشباب. من خلال يعني مشاركتكم في هذه المبادره، شلون شفت التفاعل سواء كان من الاطفال وهذه الفئات المختلفه؟ الحمد لله اليوم كان في تفاعل يعني متميز. من بعد صلينا العصر وبدينا بالنشاط فكان الكل متحمس يمارس نشاط الزراعه بدا يمارس نشاط الزراعه وكذلك الرسم والتنظيف المنطقه المحيطه احنا انطلقنا من المسجد لكن ندخل المنطقه ككل نعم. فالشباب كانوا جدا متحمسين مثل ما تفضلت الاخت هند فئات مختلفه فئات عمريه مختلفه من مراكز من جهات مشاركه معنا فكان في في انسجام او في تناغم ما بين الافراد الموجودين وكذلك المسؤولين يحثونهم على بذل يعني يعني جهد اكثر على اساس ان نطلع بنتيجه ايجابيه خلال هالفتره. جميل. يعني اليوم يمكن جاتكم اليوم كان اول يوم لانطلاق نعم. هذه المبادره يمكن كانت في بعض التحديات اللي واجهتوها اليوم او مثلا وأنتم تعدون لهذا البرنامج لهذه المبادره فخلنا نتكلم عن بعض التحديات اللي واجهتكم انه شلون أن قدرتوا تعدونها بعد ما شفتوا هذا الاقبال الكبير اللي موجود اليوم آه هو الحمد لله ان شاء الله انه ما في تحديات يمكن في اشياء تحتاج جهد اكثر آه وشبابنا الحمد لله كانوا على قدر من المسؤوليه وإحنا كنا خايفين بس من موضوع الانسجام يعني قلت لك هو كان أعمار مختلفة فكنا خايفين من موضوع الانسجام بس ما شاء الله اليوم الكل كان منسجم ويمكن بعد شوية كانت موضوع الجو شوية كنا خايفين من إنه يكون حار وايد بس الحمد لله يعني من كثر ما كنا يعني مندمجين وكلنا حماس ما حسينا بالحر يعني يمكن بعد ما خلصنا حسينا بحراره الجو بس قبلها لا يعني فان شاء الله انه ما في تحديات لا ان شاء الله وانتم قدها واحنا دائما يعني نشكركم على مثل هذه الجهود اللي اكيد يعني تصب في مصلحه الدوله وكذلك في مصلحه يعني طيب. كل من يعيش على هذه الارض الطيبه طيب اخوي فرهود يعني اليوم مشاركه مركز اصدقاء البيئه في مثل هذه المبادره يعني اليوم ممكن المشاهد يقول يعني ممكن يكون في فرق بين واجبات وزاره الرياضه والشباب ومركز اصدقاء البيئه فكيف تم يعني هذا التعاون وهذا الدمج بينكم وبين الوزاره اولا المركز كتبعيه تبع وزاره الرياضه والشباب وهو مركز شبابي توعوي بما يخص البيئه فمشاركتنا بالعكس كانت اساسيه في في المبادرة طبعا الاستدامة البيئية ونشر الثقافة البيئية والمحافظة على البيئة واستدامتها كان من أهم الأهداف اللي المركز يحاول يزرعها في النشأ وفي الشباب الموجودين والحمد لله يعني حاولنا أن نقوم بهالدور باقتدار والحمد لله نجحنا فيه تعريفهم على تأثير النباتات وزراعتها في تقليل الانبعاثات الكربونية في تخفيف الاحتباس الحراري في دورها الكبير في اللي تلعب فيه في يعني في المحافظه على البيئه واستدامتها. <applause> نعم أكيد كل الشكر لكم في مركز أصدقاء البيئة يعني لكم دور كبير في توعية الشباب وتوعية الـ 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 يمكن الأطفال اللي محتاجين لتوعية في مجال البيئة وفي المجالات الأخرى الخاصة في البيئة. سيدة هند يعني احنا ودنا برسالة أخيرة توجهينها للمشاهدين ويمكن في نقطة أن المبادرة هذه هل هي فقط للشباب او هل هي فقط بعد للشباب وللبنات يقدرون ايضا يشاركون في هذه المبادره ويساعدون ايضا في الاهتمام بالبيئه لان الكل مسؤول. طبعا اول شيء في نقطه احب اذكرها المبادره هذه جات فكرتها اصلا من مركز فتيات هو م. مركز اللي هو الرياده مرك... مركز فتيات الرياده. فهم جاءت الفكره اصلا منهم وكانوا اليوم اصلا كلهم موجودين ما شاء الله تبارك الرحمن، فهي للشباب وللبنات اي حد حاب يشارك الباب مفتوح، والرساله اللي احب اوجهها دائما نحط نصب اعيننا مقوله سيدي صاحب السمو قطر تستحق الافضل من ابنائها، فاتمنى من كل الشباب اللي عنده هوايه او حاب حتى لو مو بهوايه حاب يتطوع يساعد البيبان مفتوحه وقلت لكم هي المخطط لين سنة قدام، فاللي ما حصلت له فرصه يقدر يشاركنا قدام وهذه خدمه للمجتمع. بإذن الله اكيد يعني كل الشكر لك استاذه هند محمد صقر مدير العلاقات العامه والاتصال في وزاره الرياضه والشباب كذلك الشكر موصول لك اخوي فرهود هادي الهاجري المدير التنفيذي لمركز اصدقاء البيئه. الله يعطيكم العافيه وما قصرتوا على حضوركم اذا مشاهدينا الكرام يعني موضوع البيئه موضوع كبير وايضا هذه المبادره جدا مهمه كلنا مسؤول في الحفاظ على دوله قطر في الحفاظ على البيئه الموجوده في دوله قطر واكيد دائما يعني احنا كلنا مسؤولين نايف وانا وأنت ان شاء الله راح نشارك معاهم ان شاء أكيد الله في الاسبوع الله. الجاي او في اكيد اكيد اذا مشاهدينا الكرام احنا مستكملين معاكم برنامج حياتنا ولكن بعد هذا الفاصل مستمرين معكم مشاهدين الكرام تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات النسخة السادسة من البطولة الدولية المفتوحة للشطرنج بمشاركة كبيرة من أبطال اللعبة عن تفاصيل هذه البطولة مشاهدين الكرام يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد محمد مضاحكة وهو رئيس الاتحاد القطري للشطرنج حياك الله ويانا ومساك الله بالخير أكيد في البداية ودنا نتكلم عن هذه البطولة وتفاصيل أكثر واكيد حجم المشاركه الدوليه اللي ان شاء الله راح تكون فيها. يا مرحبا اخوي ومساء النور عليكم جميعا. والله البطوله هذه تعتبر بطوله بالتعاون بين الاتحاد القطري الشطرنج وشركه عبد الله والنسخه هذه هي النسخه السادسه. عندنا حوالي 64 لاعب من حوالي 16 جنسيه. ويعني هذه البطوله تعتبر يعني بطوله مهمه في رزنامزر رز الاتحاد قد رايش نعم. وتبدا يوم الخميس القادم ان شاء الله باذن الله طيب اخوي محمد يعني البطوله هذه كم يوم راح تستمر ويعني مدى اهميه هذه البطوله على مستوى البطولات العالميه في الشطرنج البطوله تستمر لمده ست ايام لكن موزعه على موزعه على اسبوعين فعندنا ان شاء الله الاسبوع الحالي خميس جمعه سبت في خمس مباريات والاسبوع اللي بعده ايضا اربع مباريات نعم نعم يعني أكيد ذكرت قبل شوي بأن 64 لاعب إن شاء الله راح يشاركون في هذه البطولة من 16 دولة مختلفة إن شاء الله ولكن لو ودنا نتكلم عن المشاركة القطرية وحجم المشاركة القطرية في هذه البطولة كم لاعب إن شاء الله راح يشارك في البطولة؟ المشاركة القطرية مشاركة مشاركة يعني جيدة نوعاً ما عندنا حوالي 15 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات الاتحاد عندنا فئات سنية مختلفة وأنا أعتبرها يعني مشاركة جيدة كنا نتمنى المشاركة يعني تكون أكبر لكن في ظل الظروف الحالية أعتبرها مشاركة جيدة أكيد يعني إحنا نتمنى لكم كل التوفيق أخوي محمد في هذه البطولة بالنسبة لي يعني طبيعة الجوائز للفائزين في هذه المسابقة لو تكلمنا أكثر عن هذه الجوائز الجوائز مقدمة أو برعاية شركة عبد الله وحوالي عندنا جوائز مقدار عشرين ريال موزعه علي الفائزين في البطوله عندنا جوائز خاصه للاعبين القطريين والقطريات افضل لاعب قطري افضل لاعبه قطريه وهناك ايضا جوائز خاصه للفئات السنيه فئه الشباب والناشئين والاشبال نعم اكيد بالنسبه للمشاركات واكيد ذكرت اللاعبين اللي موجودين الاعمار هل هي مخصصه لفئه مثلا بعمر صغير مثلا الناشئين او انها للكبار هذه البطوله وشنو هي الفئات العمريه الموجوده البطوله الدوليه مفتوحه معناها ان بطوله يعني تجمع الكل رجال وسيدات اولاد وبنات عندنا مشاركه يعني عندنا حوالي ثلاث لاعبين اعمارهم ست سنوات والبطولة مفتوحة للجميع عندنا من ست سنوات الي يعني خلينا نقول فوق الخمسين سنة نعم. وهذا اللي يميز يعني بطولات الشطرنج الكل ممكن يلعب مع الكل بغض النظر عن العمر او عن ال عن ال يعني الاعمار او الفئات السنيه. نعم، طيب اخوي محمد يعني بالتاكيد مثل هذه البطولات يعني تساهم في نشر مثل هذه اللعبات او لعبه الشطرنج. لو تكلمنا اكثر يعني عن مساهمه هذه او اقامه هذه البطوله عندنا في يعني المساعده في انتشار هذه اللعبه عندنا. اكيد هي بطوله مهمه مثل ما ذكرت قبل انها بطوله مهمه للحركه الشطرنجيه داخل قطر. واكيد هي فرصه للمدربين الوقوف على وسائل لاعبينهم. وفرصه ايضا للاعبين نفسهم، من عندها بطوله دوليه في بعض اللاعبين ما عندهم تصميم دولي، من خلال البطوله هذه ممكن يحصلون على تصميم دولي، اللاعبين اللي عندهم تصميم دولي ممكن من خلال البطوله هذه يرفعون تصميمهم الدولي، اذا حققوا نتائج جي جيده، فهي بطوله مهمه اكيد مثل ما مثل ما ذكرت، واحنا انا اتقدم صراحه بالشكر لشركه عبد الله الغني في النسخه السادسه، وشراكه يعني متميزه معاهم لكل هذه السنين، ونتمنى ان شاء الله النجاح لهذه البطوله. إن شاء الله سيد محمد المضاحكة وأنت رئيس الاتحاد القطرى للشطرنج شكرا لك وما قصرت على هذا الاتصال والتفاصيل عن هذه البطولة المميزة بطولة الشطرنج يعني في شيء مميز قاله في البطولة هذه عمرك ست سنين أو عمرك خمسين سنة ما يفرق. هو كله يعتمد على مستوى ذكائك ومستوى تطورك في هذه اللعبه. اكيد يعني عبد الله يعني مثل وجود هذه البرامج او سواء كان في المجال الرياضي او اي مجال اخر يعني خاصه تركيزهم يعني على مثلا يعني الاطفال او الفئات العمريه مثلا من العمر ست سنوات يعني خاصه في تنميه مهاراتهم خاصه مثلا في لعبه الشطرنج او السباحه، اكيد هذه الامور عبد الله يعني نقدر نقول الشخص هو اللي راح يستفيد. والدوله باذن الله راح تستفيد من خلال مشاركاتهم مثلا في البطولات الخارجيه واليوم عبد يمكن احنا شفنا العديد من الانجازات عندنا في المجال الرياضي يعني على سبيل المثال يمكن من يومين ثلاثه ايام يمكن شفنا مشاركه ل يعني ابناء هذا الوطن في ماراثون شيكاغو م. يعني شفنا سالم العيدي يمكن انجز او يعني انهى السباق 42 كيلو خلال ساعتين و38 دقيقه يعني فاكيد يعني احنا نبارك لكل من شارك في هذه البطوله وانهى السباق وهذا اكيد طبعا يعني من خلال الدعم المؤسسات في الدوله في الجميع المجالات ولله الحمد احنا قاعدين نشوف الانجازات على يعني المختلف المجالات عبد الله, الله. وان شاء الله نشوفك انت بعد ان شاء الله الله بطوله الله يسمع منك <applause> ان شاء الله نشوفك اذا مشاهدينا الكرام خلونا ننتقل لموضوع اخر وتجربه استثنائيه وفريده سيعيشها زوار دوله قطر خلال فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 تجربة لا تتعلق فقط بمتعة مشاهدة مباريات البطولة وإنما ستكون الفعاليات المصاحبة متعه اضافيه ورائعه. بالفعل عبد الله يعني فمثل ما شفنا في بدايه الحلقه الكثير من المؤسسات بدات تكشف عن طبيعه فعالياتها المخصصه لهذا الحدث العالمي الكبير، فضلا عن فعاليات متنوعه اخرى تلبي كل الاذواق تم الاعلان عنها من قبل لجنه المشاريع والارث، خلونا نتعرف على بعض تفاصيلها في سياق هذا التقرير. يقترب موعد مونديال قطر 2022، ويرتفع منسوب الحماس مع ترقب لانطلاق أولى المباريات في حدث غير مسبوق في الدول العربية. نسخة من نهائي مباريات كأس العالم، يعد المسؤولون عنها في قطر أنها ستكون مختلفة وفريدة ومتميزة. لما ستشهده من فعاليات على مدى ايام البطوله لجنه المشاريع والارث كانت اصدرت دليلا ارشاديا حول كل ما يمت للبطوله بصله من مباريات وفعاليات واحتفالات واجواء حماسيه وتجارب استثنائيه بمشاركه المع النجوم من أبرز فعاليات الجماهير في حديقة البدع مهرجان فيفا للمشجعين حيث سيكون هنالك عرض مباشر لمباريات البطولة ومئة ساعة بث من الموسيقى الحية مع نجوم عالميين كما سيكون العالم على موعد مع عروض ترفيهية في الشوارع واستعراضات ساحرة ستنير الدرب لوسيل وتجعله ينبض بالحياة ليلا نهارا ومن المناطق التي ستتاح فيها فعاليات الجماهير منطقة الكورنيش وهي عبارة عن كرنفالات الشارع على امتداد واجهة الدوحة البحرية تتخللها عروض فنية وحفلات موسيقية وفنون وثقافة. كما سيعايش زوار دولة قطر خلال المونديال تجربة فريدة من المتعة بانتظارهم في نادي 974 الشاطئي. حيث يمكنهم ممارسة شتى أنواع الرياضات المائية وحضور أروع العروض. وسيتمكن المشجعون من الاستمتاع ايضا بالالعاب والانشطه المتنوعه في جزيره المها في مدينه لوسيل اما بالنسبه لهواة الموسيقى فهم على موعد مع مهرجان اركاديا سبيكتاكيولر للموسيقى والذي يقام بالقرب من محطة مترو راس بوفونتاس ويستضيف ما يصل إلى خمسة عشر ألف شخص وإلى جانب ذلك ستشهد العديد من المعالم السياحية في أنحاء الدولة أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة ومن بينها المتاحف وسوق واقف والحي الثقافي كتارا ومشيرب قلب الدوحة حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام واكيد من خلال هذا التقرير صراحه انا نايف قعدت اسجل واشوف شنو هي الاماكن اللي انا ان شاء الله اقدر ان انا اروح لها خلال بطوله كاس العالم، عندك يعني حديقه البدع، الشوارع راح تكون فيها عروض ترفيهيه، عندك درب الوسيل، عندك الكرنيش فيها كرنفالات، سجلت شيء؟ انا والله عبد الله ما سجلت الواحد مو بقادر يلحق يعني ما شاء الله كل يوم عن يعني يوم قاعدين احنا نشوف زياده في عدد الفعاليات والانشطه يعني سواء كان قبل بطوله كاس العالم او اثناء يعني بطوله كاس العالم اكيد الجام. وياكم مشاهدينا الكرام ننتقل لموضوع اخر كان تطبيق احتراز وما زال يؤرخ لفترة زمنية خاصة تمثلت بانتشار وتفشي فيروس كورونا حيث أسهم هذا التطبيق في أن يكون داعما لعملية مكافحة هذا الفيروس نعم عبد الله طبعا مركز ابن خلدون للعلوم الانسانيه والاجتماعيه بجامعه قطر نظم امس ندوه سلط فيها الضوء على نتائج الدراسه التي انجزها حول تصورات المجتمع القطري وممارساته اتجاه تطبيق احتراز الوقوف مشاهدينا الكرام على ما رصدت هذه الدراسة يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور بدران بن لحسن رئيس المشروع البحثي في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة قطر حياك الله ويانا دكتور وانت شرف بوجودك معنا حياكم الله عندك عبد اكيد إيهنا. يلا اكيد okay. وياك طبعا دكتور يعني احنا دائما يوم نتكلم عن جامعه قطر ونتكلم عن المشاريع البحثيه ونتكلم عن البحوث دائما جامعه قطر تكون في المصاف والمراتب الاعلى من بين الجامعات خلينا نتكلم عن الندوه اللي صارت امس وعن الدراسه اللي انتم طرحتوها والهدف من انجاز هذه الدراسه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. هذه الندوه كانت لعرض نتائج ومخرجات مشروع بحثي. هذا المشروع البحثي كان بتمويل ودعم من صندوق الوطني، صندوق قطر الوطني لرعايه البحث العلمي في اطار برنامجه للاستجابه السريعه لمثل هذه القضايا. والمشروع يتناول كيفيه التعايش مع كوفيد 19 نعم. بين امرين مهمين بين متطلبات التعافي الاجراءات التي تتخذها الدوله لتعافي المجتمع وخروجه من هذه الحاله التي اجتاحت العالم وبين شعور الناس الذين يطبقون او ينزلون تطبيق احتراز على جوالاتهم بمخاوف من اقتحام واختراق خصوصيتهم فكان مشروعنا هو دراسه كيف يتصور الناس هذا البرنامج؟ مدى اسهامه في تعافي المجتمع، مدى دخول هذا التطبيق في حياتهم اليوميه مما اهلهم الى يعني الوقايه من كثير من مخاطر انتقال العدوى من هذا المرض. طيب دكتور بدران يعني اليوم احنا نقدر نقول يعني ما زلنا يعني نشوف هذه الاجراءات اللي موجوده اكيد يعني من اجل مصلحه الجميع ونقدر نقول ان ان كورونا ما اختفت بشكل كامل لكن مثل او اهميه وجود مثل هذه الدراسات دكتور من خلال مثلا تطبيق احتراز نبغي نعرف هل يعني مهم مثل هذه الدراسات بحيث ان احنا نتعرف اكثر على النتائج. صحيح مثل هذه الدراسات التي تجريها المراكز البحثيه والمؤسسات الاكاديميه لها اهميه يعني ثلاثيه الابعاد اذا صح التعبير من الناحيه المعرفيه العلميه المركز باعتباره مركز للدراسات الانسانيه والاجتماعيه فهو يهتم بقضايا المجتمع ويخضعها للدراسه وللتناول حتى يقدم حلولا علميه لصاحب القرار وللمؤسسات التي تتخذ القرار في هذا الموضوع ولكن ايضا هو نوع من التدريب وتوفير ماده علميه للباحثين وللطلبه وتدريبهم على تطبيق مثل هذه المناهج الحديثه لدراسه هذه القضايا التي تطرا على المجتمع وتحتاج الى انتباه خاص. الفائده الاخرى فائده عمليه وهو اكتشاف مدى خدمه هذا البرنامج، هذا التطبيق للمجتمع، الى اي مدى اسهم بالاضافه الى السياسات الاخرى والاجراءات الاخرى التي اتخذتها وزارة الصحة وزارة الداخلية للحد من انتشار كوفيد وتقديم توصيات إما لتطوير هذا البرنامج وجعلها أكثر فاعلية إما لحمايته نعم. من بعض الاختراقات وإما أيضا لمعرفة موقف الناس من ذلك وخاصة كما سيتبين فيما بعد أن معظم النتائج لم تكن أو معظم الذين درسناهم لم يكن انشغالهم بالخصوصية بقدر ما كان انشغالهم بهذا البرنامج ومدى توفيره للحماية من انتقال العدوى فالدراسة لها فائدة أكاديمية نعم. فائدة منهجية وفائدة عملية باعتبار أن الجامعة ذاتها أحد أركانها الثلاثة هي خدمة المجتمع, المجتمع يعني دكتور من خلال برنامج احتراز ومن خلال البحث اللي أنتم قمتم فيه طلعتوا في نتائج اللي ذكرتها لنا حاليا، ولكن لو نتكلم عن التطبيق اللي هو حاليا يقام، تطبيق احتراز، نعم الى الان يعني موجود هذا التطبيق نعم لأن الى الان فيروس كورونا موجود، فبالنسبه لكم شنو هي النتائج او شنو هي المخرجات اللي انتم طلعتوا فيها على اساس انه يتم تطوير هذا التطبيق بشكل اكبر، على اساس انه يكون واصل للمجتمع بشكل اسهل. والله من خلال هذه الدراسة طبعا نحن قاربنا الموضوع من زاوية قانونية وشرعية ومن زاوية رقمية إذا صح التعبير ومن زاوية ميدانية ووصلنا إلى أن هذا التطبيق يحتاج إلى مزيد من التطوير والتسهيل لأن اكتشفنا أن بعض الناس جوالاتهم التي ليست متطورة لا تتحمل مثل هذا التطبيق لا. أيضا تطمين المواطن والمقيم بشان الاجراءات هذه وانا اجراء فعال جدا وكذلك اهميه الضبط القانوني والذي باشرته الدوله منذ مايو 2020 في تطبيق هذه الاجراءات وتغريم من لم يطبق ذلك، الحقيقه كانت اجراءات ضروريه لان اجراءات استثنائيه ولذلك مجلس الوزراء وضعه ضمن قانون الامراض المعديه مما اباح للسلطات ان تلزم الناس بهذا التطبيق لانه احيانا الالزام يؤدي الى التزام الناس بمثل هذا التطبيق اكيد يعني فعلا اليوم دكتور احنا شفنا التزام للامانه يعني التزام افراد المجتمع من خلال يعني حفاظهم نقدر نقول على التباعد الاجتماعي او يعني على تنزيلهم لهذا التطبيق لاهميه نقدر نقول لمكافحه هذا المرض يعني ولله الحمد احنا يعني شفنا وقاعدين نشوف يعني فائده ونتائج من التزامنا وتطبيقنا لمثل هذه الاجراءات دكتور يمكن انت ذكرت من يعني خلال حديث وجود دعم من صندوق الوطني نعم. للبحث العلمي، يعني أهمية وجود مثل هذه يعني الدعم من خلال مؤسسات الدولة اليوم أكيد جامعة قطر تقدم يعني جهود كبيرة في مجال البحث العلمي في المجالات المختلفة أه يعني أكيد يعني وجود تعاون مع هذه المؤسسات في الدولة لها يعني دور كبير وفعال في إنجاح مثل هذه المبادرات أو المشاريع دكتور؟ بالتاكيد لعل قطر واحدة من الدول المهمة التي تعتني كثيرا برعاية ودعم البحث العلمي والدليل على ذلك صندوق قطر الوطني لرعاية البحث العلمي الذي أنشئ منذ 15 سنة يساهم مساهمة فعالة له مشاريع يدعم المشاريع السنوية، المشاريع هذه الطارئة مثل الاستجابة السريعة، يدعم مشاريع الطلبة، طلبة الدراسات العليا، الباحثين وكذلك عقد ورشات والمؤتمرات وهناك تعاون وثيق بين هذا الصندوق وبين جامعتنا جامعة قطر وغيرها من الجامعات الموجوده في الدوله وهذا الحقيقه يسهم كثيرا يسهل على الباحثين شراء اجهزه توظيف باحثين توظيف طلبه واقامه ورشات مما يخفف العبء نوعا ما عن الانفاق المالي للجامعة. نعم. نعم. يعني دكتور الورشه او الدراسه هذه تضمنت ثلاث اوراق عمل نعم. فخلنا نتكلم عن اوراق العمل الثلاثه وطبيعه هذه الاوراق في هذه الدراسه أي نعم قلنا نظرا لان الموضوع له علاقه بالانسان وله علاقه بالمجتمع وله علاقه بالتقنيه فتناولنا من زوايا ثلاثة. زاويه ثلاثه الزاويه الاولى هي الزاويه النظريه طرحنا مشكله الخصوصيه م. ولما درسنا يعني كيف درس الباحثون الخصوصيه وجدنا ان الخصوصيه تخضع للثقافه وتخضع لسياقات اجتماعيه معينه، فالخصوصيه في المجتمع القطري غير الخصوصيه في مثلا في المجتمع الامريكي او المجتمع الصيني، فحاولنا ننظر فوجدنا اتجاهات متعدده، ما يعتبر خصوصي بالنسبه لك قد لا يعتبر خصوصي بالنسبه للاخر، ولهذا سعينا الى النظر الى حماية خصوصية الافراد باعتبارها قضية اخلاقية ينبغي الوعي بها، ولكن هذا الوعي تؤطره ثقافتنا الاسلامية، ثقافتنا العربية، سياقنا الاجتماعي، وحاولنا ننظر كيف سعت السياسات والاجراءات التي قامت بها الدولة في تأطير هذه الخصوصية من خلال القوانين المتعددة ومن خلال مرجعية الدستور القطري اللي هو الاسلام، فالخصوصية لها مفاهيمها الاسلامية داخل المجتمع القطري وايضا هناك قوانين قانون العقوبات الى غير ذلك يحظر انتهاك الخصوصيه ويرتب بعض العقوبات على من ينتهك هذه الخصوصيه ولهذا مثل هذا التطبيق مهم جدا في حمايه خصوصيه الافراد وفي حماية وفي تحقيق التعافي وهناك سياسات معينه بحيث لا يمكن مثلا ان يطلع على هذه المعلومات الموجوده في احتراز الا جهات مسؤوله لها عليها رقابه قضائيه ولها عليها قضا رقابه من قبل اجهزه الدوله المختلفه، هذا الورقه الاولى، الورقه الثانيه قلنا ننظر في تغريدات الناس وخاصه مع بدايه الجائحه في مايو م. 2020، كانت جائحه جديده وطارئه، حدث اضطراب وردود فعل متباينه حول تطبيق احتراز، في اختراق ما في اختراق، يتجسس علينا ما يتجسس، طبعا كعاده اي حادث جديد لما عملنا احصائيه وجمعنا التغريدات حوالي 8000 تغريده نعم. وقمنا بتحليلها لاحظنا يعني جزء كبير من هذه التغريدات يتهم التطبيق بانه استخدمته الحكومه القطريه للتجسس وكذا لكن بعد ما بحثنا في من اين تاتي هذه التغريدات وجدناها تاتي من خارج الدوله نعم. نعم. وهذا امر مهم جدا وطبعا اكيد السلطات تعرف ذلك ولكن لما عزلنا هذه التغريدات لتاتي من الخارج وانتبهنا الى التغريدات فقط لتاتي من داخل الدوله سواء المقيمين او المواطنين وجدنا انشغالهم ليس بالتجسس وانما كانت تكون انشغالاتهم كيف اركب هذا التطبيق وجدت مشكله تقنيه هل يوفر لي الحمايه هل يمنعني من, من من العدوى وكانت عباره عن اسئله من المواطنين والمقيمين واجابات من اما من وزاره الصحه اما من جهاز تطبيق كان في تفاعل وتجاوب تفاعل نعم. شديد جدا نعم. يعني جميل. وخاصه في العام الاول ولذلك راينا ان الدعوه بان هذا يقتحم الخصوصيه ليس من انشغالات المجتمع انشغاله الاساسي كيف اتعافى من هذه وكيف امنع وصول هذه الجائحه الي انا شخصيا الورقه الثالثه بدل اشتغل على الجانب الرقمي اشتغلت على الجانب الميداني. نعم عملنا استبانه ووزعناها على المواطنين واخترنا من مختلف الاعمار من الجنسين مواطنين ومقيمين متعلمين وغير متعلمين وجدنا ايضا يعني النسبه الاكثر من نعم آ... الثلثين انشغالهم كانوا يروا التطبيق احتراز هو تطبيق للصحه والتعافي. نعم. النسبه الثانيه اللي بعدها هو بعض الناس كانت. يتذمر من هذا التطبيق نعم. ليس بسبب الخصوصية ولكن أنت تعرف أحيانا لازم لك الموقع لازم لك تفتح الجوال ولهذا وصلنا إلى أن نوصي الجهات الوصية وخاصة الجانب التقني منها تطوير التطبيق بحيث لا يزعج المستعمل ولكن أيضا يشعره نعم. بالحماية نعم. فهذه جميل. هي الزوايا الثلاث جميل. التي نظرنا من خلالها الى جميل. الموضوع جميل كل الشكر لك دكتور يعني بدران بلحسن رئيس المشروع البحثي في مركز ابن خلدون للعلوم الانسانيه والاجتماعيه بجامعه قطر ويعطيكم الف عافيه دكتور الله يعافيكم شكرا لك دكتور صراحه موضوع أه. جدا مهم ويجب يعني مثل هذه المواضيع البحثيه نحن نشوفها ونعرفها ونعرف شنو المخرجات اللي منها وشنو النتائج اللي طلعت من خلال هذه البحوث على اساس انه كلنا نستفيد نايف اكيد يعني عبد اليوم احنا لو نشوف مثلا امثله كثيره على يعني مثل النظام او التطبيق احتراز ترى في دول ثانيه عندهم مثل هذه الاجراءات لكن يعني تطبيقات او مسميات مختلفه فيعني اليوم مثل هذه الاجراءات او هذه يعني التطبيقات اكيد مثل ما احنا ذكرنا كانت يعني من مصلحه الجميع وكل من يعيش على هذه الارض الطيبه لذلك احنا اليوم النتائج هي اللي تاكد لنا يعني مدى اهميه او مدى فعاليه ومدى يعني نجاح استخدامنا والتزامنا لمثل هذه الاجراءات عبد الله. اكيد وياكم مشاهدينا الكرام يحتفل العالم في العاشر من اكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحه النفسيه للتعريف باهميه الصحه النفسيه للانسان. اكيد طبعا خلونا نتعرف اكثر يعني تفاصيل اكثر عن يوم الصحه النفسيه طبعا وحاجه الانسان لها من اجل صحته البدنيه في هذا التقرير. ما هي الخدمات التي تقدم لتعزيز هذه الصحه النفسيه اولا طبعا سهوله الحصول او سهوله الوصول الى الاماكن المخصصه لذلك مثل المراكز الخاصه بالصحه النفسيه مثل الاقسام الخاصه بالصحه النفسيه في المستشفيات الكبرى فطبعا هذه الطرق هذه السبل طبعا موفره بسهوله ويسر لكل شخص عن طريق طبعا الاعلانات التلفزيون عن طريق التوعيه في وسائل التواصل الاجتماعي فسهل جدا للشخص الذي لديه اي نفسية أو محتاج إلى دعم نفسي أو محتاج إلى مساعدة في أي مشكلة نفسية أنه هو يوصل يصل بسهولة إلى هذه الأماكن المختصة بذلك اذا مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم لنهايه حلقه اليوم من برنامج حياتنا حلقه كان فيها الكثير من المواضيع وبدينا حلقتنا طبعا بموضوع مهم وهو كلنا مسؤول نايف. اكيد يعني فعلا عبد الله مهم ان احنا يعني نتعاون، نتكاتف من اجل الحفاظ على البيئه او حتى في المجالات الاخرى، خاصه ان احنا اليوم مقبلين على يعني تنظيم يمكن ارقى او اعظم بطوله في المجال الرياضة كره القدم عبد الله. 41 يوم 41 اقل ان شاء الله. اقل ان شاء الله من 41 يوم، وصلنا وياكم الختام، نشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامه. نشوفكم على خير. <applause>